انا غادي الاسم عادل الزروقي. اش من دونك من دونك عادل الزروقي من مصلحه الموارد البشريه في الاداره العامه للمناطق البيضاء. فقط المبادره هذه اللي دارت اليوم هي تدخل في اطار الانشطه الاجتماعيه اللي تقوم بها المجموعه في جميع المناطق اللي تتواجد بها. الحمد لله هي مبادره انسانيه تدخل في اطار التضامن والدعم اللي تقدمه المؤسسه في مجموعه ديال المجالات، وهذا المجال ديال المساعدات العينيه اللي تقدم الان في هذه المنطقه تدخل في هذا الاطار هذا. شحال تقريبا استفد من تيموليت؟ تيموليت تقريبا 70 شخص، ومستقبلا ممكن تكون زيارات اخرى ان شاء الله. وعندنا في الاسبوع القادم ان شاء الله غادي تكون عندنا واحد المبادره اخرى في النواحي ديال مدينه مراكش، فين تيتواجد المقر الرئيسي ديال المؤسسه. ونتمنى ان شاء الله ان هذه المبادره تلقى الاستحسان ديال الناس. اول مبادره يمكن في اقليم زيلات، في اقليم زيلات. في اقليم زيلات كانوا بوادي اخرى عند طرق اخرى، فما هذه بهذه العمليه. العمليه هذه اول مره. ان شاء الله يعني كما وعدتنا الاداره العامه انها ان شاء الله غتبقى مستمره ان شاء الله على الدوام، لان حتى هاد الناس الحمد لله يستاهلوا. وبهذه المناسبه تنبغي نقدم يعني واحد الشكر للاداره العامه في شخص محمد زايد والسي بن زعتر والسي اسلام، وحق الترحم ديالنا على الحاج عبد الرحمن زايد المؤسس ديال المجموعه، لان من بعد الله سبحانه وتعالى فضل تيرجع عليه هو باش ان هاد المبادرات وهاد المسائل هادي تدار لصالح الساكنه. ما غاديش نقولوا غير هاد المنطقه، ولكن راه كاين مناطق اخرى على 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 يعني في التراب الوطني تستفيد من هذه العمليات وعمليات اخرى، مبادرات انسانيه اخرى. شكرا.